اختتمت بالقاهرة فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته 15. أقيم المهرجان بمسرح السور الشمالي بالقاهرة التاريخية تحت شعار رسالة سلام إلى العالم، وذلك بمشاركة عدد من الدول، وقد حقق نجاحا جماهيريا وإعلاميا كبيرا. على مسرح سور القاهرة الشمالية اختتم مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية فعالياته في دورته 15، والذي استمر خلال الفترة من 17 حتى 24 من سبتمبر الجاري تحت شعار رسالة سلام إلى العالم. في ختام المهرجان مش هقدم كل فرقة على حدة احنا قدمناها قبل كده، ولكن عملنا 3 ورش فنية كل بيشارك فيها بحب، الكل بيشارك فيها في التأكيد على رسالة السلام وانطلاقها من القاهرة التاريخية إلى العالم أجمع. هو الحقيقة دي تالت مشاركة لي، يعني هو المهرجان في دورته 15، ودي الدورة التالتة ليا، تالت سنة أشارك معهم. طبعا زي ما حضرتك شفت الفرق الكبيرة طبعا من مستوى العالم، أكثر من 20 دولة مشاركة في المهرجان السنة دي أو 25 أعتقد، كلها في تناغم واحد وفي تآلف واحد برؤية فنية رائعة طبعا للمبدع الدكتور انتصار عفتاح. شهدنا إمدادات الأنوار كما يشهد الناس الشمس وهي تسطع بأشعتها لتحيي عالم النبات والحيوان وعالم الأجساد، كذلك شهدنا إمدادات أنوار النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وذريته الطيبة في هذا المهرجان، فعمت الفرحة والسعادة والبهجة والسرور جميع الحاضرين. طبعا هذه المشاركة الثانية لنا في مهرجان سماع في مصر، دولة مصر العربية، كانت مشاركتنا الأولى سنة 2018 وهذه المشاركة الثانية في هذا المهرجان، فأنتم رأيتم بأم عينكم مدى السلام الذي انتشر بين العالم في هذه اللحظات الجميلة. المهرجان أقيم بمشاركة أكثر من 30 فرقة من الفرق المصرية إلى جانب فرق الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر من 22 دولة، مع مشاركة كندا لأول مرة هذا العام. وأقيمت الفعاليات في عدد من الأماكن الأثرية من بينها قصر الأمير طاز وبيت السناري وقبة الغوري. هو المهرجان بصراحة منظم جدا وحلو جدا، وما كنتش متوقعه انه يبقى عليه ضغط بالشكل ده، يعني يا ريت الناس كلها يبقى فيه دعايه اكتر عشان الناس تعرف اكتر عنه، لانه فعلا جميل وممتع، يعني الاجواء حواليه حلوه قوي والديكورات حلوه وكل حاجه حلوه. هي فكره مختلفه ومميزه، والمفروض يبقى فيه حاجات زي كده اكتر في البلد، والمفروض دي تروج لها اكبر من كده، لانه انا سمعت عنه بالصدفه اصلا، فانا شايف ان هو المفروض محتاج يتعمل عنه اعلانات ودعايه اكتر من كده. هي حاجه جميله جدا، لان مصر مهد الحضارات والثقافات وبلد سياحي من الدرجه الاولى، والمكان اصلا ليه روح وكده جنب ابواب القاهره القديمه وكده، فالموضوع يعني شيق وممتع. وسط أجواء روحانية وتراثية وحضور جماهيري كبير، أقيم حفل اختتام مهرجان سماع الدولي بمشاركة جميع الفرق، وذلك في ورشة دولية بعنوان معا نغير العالم، للتأكيد على التواصل الإنساني بين الشعوب. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.